أريد أن أنقل أحبابي هذا الألم لكم، لأننا أحبابي صرنا نصلي من فضل الله، لكن الصلاة بلا روح. أتساءل قبل أن أبدأ في الدرس، الذي يصلي في بيته وهو من الرجال، أسألك بالله هل أنت تخشع؟ أو أغير السؤال، إذا فاتتك صلاة الجماعة وصليت بجوار فراشك، هل خشوعك كخشوعك في المسجد؟ أنا أتحدى واحد يقول نعم، وأتحدى بعضهم أن يصلي النافلة وتلقاه الله سميع، وتلاحظون بعضنا متقاول مع قل هو الله أحد الله الصمد، حافظها قل هو الله أحد ثلث القرآن، هذه السورة العظيمة، إنها صفة الرحمن، حبها يدخل الجنان، لكن ترى بعضنا يقراها مو بالذلك من قريب، لأنه ما يبي يطول. وأقرب شيء إن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، جزاك الله، الله يعطيك الكوثر بعد، أنت الخير الكثير يعني العميم. لكن هل أنت تسأله الصمد؟ الله الصمد، إيش معنى الصمد؟ ينظر إليك والله ما أدري، تقرأها لك 20-30 سنة وأنت ما تعرف الصمد، وتقرأ شيئا لا تفهمه من كلامه، وهذا من علامات عدم الخشوع، من علامات عدم الخشوع، عدم معرفة كلام الله. يقرأ لكنه لا يتدبر ويحاول ينتهي من لقاء الله. والله يا أحبابي إنها مصيبة، أن بعضنا صلاته اخلص من ربك، أعوذ بالله. الرسول يقول أرحنا بها، وبعضهم يقول ريحنا منها. واحد في البر يقول للناس يا الربع بسرعة نصلي، خل نصلي بسرعة. قالوا يا أخي صلاة العشاء التأخير. قال لا يا أخي أنا حاقن، ما يبي يتوضأ، يبغى ينقض وضوءه، ولا يبغى يبي يصلي صلاة سفري ترانزيت بسرعة، ولا يريد أن ينقض وضوءه. يا قليل الحياة، تقف أمام الله حاقنا، ترفع رجل وتنزل رجل، ما تريد أن تتوضأ، وتقف بلا خشوع. الحاقن ألا يكره صلاته؟ والحاقب الذي يدافع الغائط حاقب، وليدافع البول حاقن، والذي يحضره الطعام يؤخر الجماعة، لما؟ لذا كان يشتهي الطعام، حتى لا يصلي وفي قلبه شيء يدافعه، لا حب الطعام ولا إخراج الطعام ولا إخراج البولة أكرمكم الله، كل ذلك حرصا على قلبك. إذا وقفت بين يدي ربك ألا يتشتت، حتى تكون صلاتك صلاة الخاشعين.